طبعا اذا نتكلم عن انهاء يعني يمكن صعب جدا، يعني الانهاء تدرين حضرتك استاذه ان الفصائل لديها يعني دعم، وهذه الفصائل لديها عقيده بان يجب اخراج القوات الامريكيه. هي اعطت طبعا اعطت مهله واعطت هدنه وتماشت مع الحكومه، لكن مع الاسف لم تكن هنالك تعاطيا حقيقيا مع هذا الملف. الولايات المتحدة دائما تماطل ودائما تسعى لإحداث إرباك، وحتى السفيرة هي استبقت يعني الكلام وقالت بأننا سننهي هذه الفصائل. هو لا يمكن الكلام بهذه الطريقة باعتبار أنها سفيرة يعني تتخذ الناحية الدبلوماسية وليست نواحي عسكرية، ولذلك أعطت هي رسائل للداخل الأمريكي خصوصا أن هنالك انتخابات أمريكية. لكن أنا بتقديري يجب أن تكون هنالك عقلانية في هذه الموضوع، موضوع حساسة جدا، وعلى الكل عقلانية أن من قبل يتحد من في أستاذ الإجابة. نبيل؟ نعم، عقلانية من قبل من تقصد؟ عقلانية مع الكل، يعني كل الذين يتصدون، سواء الذي يتصدى للجانب السياسي والذي يتصدى للجانب المقاوماتي، يجب أن تكون حنكة وحكمة في إدارة هذه الأمور، لأن أي خطأ. احنا طبعا استاذ نمر في عمليه هدوء سياسي، هذا الهدوء السياسي الحكومه تحتاجه في ان يعني تدري ما بقى للانتخابات اقل من سنه ونصف، نحتاج الى هدوء سياسي، نحتاج الى وحده قرار مجتمعي، نحتاج الى ترجمه هذه القرارات. تدرين اكو قرارات اليوم مهمه جدا، اكو خدمه حقيقيه قدمت، يمكن مليارات صرفت على يعني تنظيم الهيكليه التنظيميه الاداريه، بدانا نلمس اكو هنالك حركه عمرانيه، اكو مشاريع كبيره بدات تتخذها الحكومه، مشروع السله الغذائيه، يحتاج هذا المشروع الى دعم من الكل، يعني اي توقف او اي عمليه كبح لهذه الامور التي جاءت بها الحكومه سيؤثر على المواطن اللي يدفع الثمن والضرائب، ولذلك يجب دعم هذه المشاريع، ومن اهمها كما اسلفنا مشروع السله الغذائيه بقوانين واموال حتى يشعر المواطن ان هنالك دوله ترعى هذا المواطن، ويمكن ان يعني يقيم هذه العمليه وتكون هنالك انتخابات كبيره يشارك بها المواطن الذي حذف طوال الفتره السابقه. قضيه مهمه يجب ان نشير لها باننا اليوم امام تحدي كبير، المنطقه في يعني مشتعله، قضيه غزه اذا انتهت هنالك تهديد في قضيه لبنان، لذلك علينا ان نتحرك بخطوات عقلانيه، لان اي تصعيد في هذه المرحله سيؤثر على العراق الذي لا يحتاج الى هذا، لا يحتاج الى صراعات اضافيه، نحتاج الى مد الجسور والصفوف، خصوصا اننا مقبلين على مشاريع كبيره، مشروع طريق التنميه، مشاريع عمرانيه، لذلك نحتاج الى الهدوء والى الوحده المجتمعيه خلال الفتره القليله القادمه.